بتنظيم مسابقة دولية في رياضة البريك دانس، أسدل الستار على فعالية الدورة 19 للمهرجان الدولي للفنون الحضارية بمكناس، مسابقة عرفت مشاركة مهمة لفرق مغربية وأخرى قادمة من دول البرتغال وفرنسا وهولندا. اليوم كانت آخر مسابقة دولية اللي هي مسابقة البريك دانس، فرق 3 ضد 3، عرفت مشاركة عدد كبير من الفرق من المغرب وكذلك من مختلف المدن المغربية وكذلك من البرتغال، من فرنسا، من هولندا كذلك. ورغم أن المسابقة شهدت تنافسا حادا، إلا أن الفرق المغربية المشاركة أبانت عن مستوى عال مكنها من بلوغ الدور نصف النهائي. الدراري ديال المغرب كانوا فريمون النيفو هو هذاك، وشفنا النيفو سي انترناسيونال مع هذوك الدراري اللي جايين من فرنسا، جايين من البرتغال، جايين من هولندا. تمكنا اليوم من الفوز في المسابقة بمدينة مكناس. الحقيقة أنها مدينة رائعة، وقد تم استقبالنا بحفاوة كبيرة، والجمهور كان استثنائيا، واستمتعنا كثيرا. وتضمن المهرجان الذي ينظم كل سنة تحت شعار موهبة مواطنة أيضا مسابقات وورشات تكوينية وعروضا في مختلف الفنون الحضارية، بالإضافة إلى أنشطة توعوية متنوعة.